ولتعقيب على هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد أهلا بك. يعني انتهاكات الحشد تطال الجيش العراقي، أحد مؤسسات الدولة والذي يكون هو من المفترض أن يكون رمز القوة للعراق، أين هيبة الجيش العراقي وأين هي الحكومة العراقية مما يجري؟ نعم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة دار الإمام. نعم، هذه التصرفات ليست جديدة. يعني لو تمعنا في سيرة الحشد، ميليشيات الحشد الشعبي في الفترة السابقة فقد قامت باختراقات كبيرة جدا، قامت بالدخول إلى كثير من مخازن الأسلحة وتم أخذ أسلحة بكميات كبيرة جدا. إضافة إلى هذا كانت هناك شحنات من الأسلحة للأسلحة الغربية التي قامت بتقديمها أوروبا، بعض الدول الأوروبية إلى الجيش العراقي، وهي في طريقها إلى بغداد تم الاستيلاء على كميات كبيرة من هذه الأسلحة. وبذلك هذه التصرفات ليست جديدة على الحشد الشعبي، هو يرى نفسه بأنه هو القوة الضاربة الآن، لأن الجيش عام 2014 لم يستطع أن يثبت في الموصل ولا في الرمادي، وبالتالي كانت هي القوة التي استطاعت أن تقف. هذا ما يريدون أن يصورونه للتواقع حال في العراق. هم يعملون على السيطرة على الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية عن طريق الحشد الشعبي، هذه الأدوات الإيرانية الموجودة في العراق، يحاولون الآن بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على القرار السياسي والسيطرة على القرار الأمني والعسكري، وهذا ما يجري في العراق الآن. فهذه التصرفات ليست جديدة، وهي أنا أعتقد بأنها أصبحت طبيعية لأنه أعطى الغطاء القانوني والشرعي لهذه الميليشيات. المسألة الأخرى بأنه الدولة لحد هذه اللحظة جميع الانتهاكات التي ارتكبت في جميع المحافظات السنية بالإضافة إلى ما جرى في مدينة الموصل، الدولة لا زالت لحد هذه اللحظة تدافع عن هذه الميليشيات وتدافع عن جرائمها، لأنه هذه الميليشيات تعتبر الدولة هي المسؤولة الأولى عن ما يجري في العراق من ارتهاكات وما إلى ذلك من أمور. الدولة لا تستطيع أن تقف بوجه هذه الميليشيات، الميليشيات هي المتحكم الآن في العراق، والجيش العراقي أنا أعتقد بأنه انتهت هيبة الجيش بوجود هذه الميليشيات المسيطرة على القرار الأمني والعسكري. طيب اليوم المواطن العراقي يسأل من سيحميه؟ يعني ألا يمكن أن يكون هناك تخوف من أن تنتشر عصابات أو حتى ينتشر السلاح بكل عائلة وكل بيت لتحمي نفسها إذا الجيش العراقي هو نفسه غير قادر عن حمايته؟ لا أبدا. الآن يعني الآن المشهد العراقي هناك عملية تهجير كبيرة جدا تقوم بها الميليشيات الآن في حزام بغداد. قبل 4 أيام أو 5 أيام أكثر من 72 شخص من عشائر الجنابيين الموجودة في مناطق المسير تم اقتيادها من قبل ميليشيا حزب الله. نحن أمام تغول هذه الميليشيات، انفلات هذه الميليشيات، لا حماية من قبل الدولة تقدم لهذه للمواطن سواء كان في مناطق بغداد أو في المناطق الأخرى. هناك مشروع إيراني ينفذ بالعراق، هناك تغيير ديموغرافي، وهناك مشروع إيراني ينفذ بأدوات عراقية. هذا ما موجود الآن في العراق وحتى في المنطقة، ولا تقاطع لحد هذه اللحظة ما بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي أبدا، لأن هذه الميليشيات تسرح وتمرح على مرأى ومسمع من القوات الأمريكية التي زادت أعدادها الآلاف سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي، كنت معنا في الحصاد الإخباري.